بداية حضرتك تدينا يعني فكرة عن يعني ايه عقم. وحضرتك لو واحدة تزوجت، ده تعريف يعني، تزوجت المفروض في خلال السنة الأولى لما يكون هي وزوجها متواجدين بصفة منتظمة، هو مش مسافر ولا هي مسافرة، المفروض بنسبة كبيرة من المتزوجين دولت أكتر من 70% أو 80% تكون حملت. هو التعريف القديم كنا بنقول ان الست لو عدى سنة، لو عدى سنة ما حصلش حمل في علاقة منتظمة مع زوجها وموجود ومش مسافر، بنقول كده في الحالة دي عندها تأخر الإنجاب. العقم ده تشخيص نهائي، بمعنى ان احنا عملنا كل الأبحاث والدراسات على هذه السيدة وهذا الرجل، الزوج والزوجة، وما تلاقيناش أسباب خالص أو تلاقينا سبب الأسباب معطل الإنجاب. في الحالة دي هنسميه بقى العقم. العقم يعني إحنا عملنا كل الأبحاث، كل السبل وما تلاقيناش فايدة، ونقدر نقول بقى الرجل ده عقيم أو في الإنجاب الطبيعي. في الإنجاب الطبيعي.